السلام عليكم طلاب صف خامس، شلونكم؟ اليوم عندنا الوحدة الرابعة وأول درس من عندها، كما معتادين عليه جزء من سورة أو عدد من الآيات من سورة. اليوم عندنا سورة الأعلى. سورة الأعلى مو للحفظ، فقط للشرح، يعني بس راح نتعلم تلاوتها وقراءتها، فقط نتعلم تلاوتها وقراءتها، مو للحفظ ولا كتابة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. قلنا السورة فقط قراءة، ما راح نكتبها ولا راح نحفظها. إذا هسه راح نشوف المعاني. سبح اسم ربك، نزهه عن النقائض، يعني لا تذكر اسم رب العالمين في أماكن غلط أو ويا كلمات بذيئة. الأعلى أي فوق كل شيء، هو أعلى واحد والقادر على كل شيء. قدر، إن الله هو الذي جعل لكل مخلوق شكله وصورته وعمره وحياته. رب العالمين قدر أشكالنا، شو وقت ولدنا، شلون راح نتصرف، شلون حياتنا، شو وقت وفاتنا. أخرج المرعى، أنبت العشب، غثاء يابسا، أحوى مائلا إلى السواد من كثر ما هو خضارة طوخ من بعيد يشوفوه على سواد. سنقرئك فلا تنسى، سنقرأ عليك القرآن فلا تنساه بإذننا. الأشقى، الذي ليس في قلبه لا إيمان ولا مخافة الله. تؤثرون، تفضلون، تحبون. واجبك المعاني حفظ. الآن خلينا نشوف الشرح حتى نحل المناقشة. الآية الكريمة يذكر أنه اسم رب العالمين يجب أن تذكره بخشوع وبأدب، وأن ما تنزه وأنه ما تتكلم بكلام غلط، مثل ذلك بعض الأحيان نسمعهم يتكلمون كلمات غلط. رب العالمين هو اللي خلق الإنسان وهو اللي حدد له كل شيء بحياته. رب العالمين هو اللي خلق النباتات وهو خلق الحيوانات، حتى أن النبات من الخضار بعض الأحيان يبين لونه على سواد. خلقنا الحيوانات حتى ناكل لحومها ونشرب حليبها مثلا او البيض، وخلق النباتات اللي بيها فواكه وبيها خضروات وبيها فوائد الاكسجين. رب العالمين كل هاي النعم اللي انعمها علينا، فينبه انه لما تذكر اسمه تذكره بادب وبخشوع. رب العالمين هنا يتكلم ويا نبينا محمد، يقول له انه احنا راح نعلمك القران، راح يظل الوحي ينزل على نبينا محمد ويرد له القرآن، وأكيد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم راح يحفظه. يقول الله تعالى نبيه أنه الإسلام أو الرسالة الإسلامية يطمن أنه لا تخاف، راح يأسلم عدد كبير وراح شوية شوية راح يصير الموضوع سهل. يطمنه لحتى لا يقلق أنه لا يكون ما يؤمن هو ما يصير مسلمين، فيقول أنه راح تكون بطريقة سهلة والمؤمنين راح يذكرون رب العالمين ويخافون من عنده، وراح يصير أعداد كبيرة وراح يعرفون شنو النار وشنو الجنة، لأن الجنة حيفوز بيها من أفلح، اللي طهر نفسه ومقام بأعمال السوء، أما الكفار فسيذهبون إلى النار أكيد. الكثير من الناس يفضل اختيار الجنة فيقوم بالعمل الصالح والواجبات والطاعات ويبتعد عن السيئات. يذكر الله سبحانه وتعالى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، يعني هاي كل الوصايا الحسنة أو التعليمات الموجودة. أنا دائماً أقول لكم في كل الديانات تقريباً نفس التعليمات، حتى رب العالمين بالقرآن يذكر صحف إبراهيم وموسى، يعني إبراهيم نفس اللي شيء كان يدعي الطاعات والواجبات والأعمال الحسنة، موسى نفس الشيء، وعيسى، والكل
الأنبياء يدعون إلى نفس الشيء، عبادة الله واحد أحد، الإيمان بالكتب السماوية والملائكة واليوم الآخر وبالأنبياء، كل هاي أنواع العقيدة الإسلامية والطاعات والالتزام بالعمل الصحيح حتى يحافظون على المجتمع. إحنا هاي كلها شنو اللي تفيد؟ تحافظ على المجتمع. عفوا، الآن عندي المناقشة، واجبنا حيكون حفظ المعاني وكتابة وحفظ المناقشة. أعيد، المعاني حفظ بدون كتابة، المعاني حفظ، المناقشة راح نكتبها ونحفظ أسئلتها اللي راح أرسلها لكم بالصورة، راح نحل هذا الجزء ثانيا فقط، الفراغات على الكتاب مو مهمة. من المخاطب في هذه السورة؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هل ينسى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن؟ كلا لا ينساه بقدرة رب العالمين. هل يعلم الله تعالى ما نخفي في قلوبنا؟ أكيد يعلم ما يخفى من السر ومن العلن كل شيء. من الذي يفوز برضا الله وجنته؟ المؤمن هو الذي سيفوز. أين ذكر الله تعالى هذه الوصايا قبل الإسلام؟ في الصحف القديمة، يعني بالكتب القديمة بالأديان القديمة، صحف إبراهيم وموسى. من الذي خلق المخلوقات وقدر لها الصورة؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق المخلوقات. إلا فراغات اللي قبلها واللي بعدها هنا راح نحلها فقط على الكتاب، غير مطلوبة من عندكم. هاي هي السورة إعادة للكتابة لها، المطلوب فقط هو ثانيا أسئلة المناقشة اللي راح أرسلها لكم بالورقة المرفقة، فواجبنا حيكون حفظ المعاني وكتابة أسئلة وحلول المناقشة وحفظها حتى أسألكم بها. السلام عليكم.